فانا بالنسبه لي هذه الدوره خديناها، علاش خديناها مهدات للمراه؟ لان المراه اعطت شيء الكثير في مجموعه من التعبيرات السينمائيه، في مجموعه من المهن السينمائيه، سواء على مستوى الاخراج او الكتابه او التشخيص او على مستوى كذلك المهن التقنيه، بان لقينا مجموعه من الفنانات السينمائيات اللي تيديروا المكياج، اللي تيديروا الكاميرا، اللي تيديروا الصون، اللي تيديروا السكريبت. فهذا شيء ايجابي ان المراه المغربيه غنات السينما المغربيه، فبالعمل ديالها وبالوجود ديالها، وكذلك ان كاين في المشاركه او في المسابقه الرسميه كاينه مخرجه سينمائيه سلمى برقاش، وكاين مجموعه من المخرجات كذلك في المثل ديالها. فهذا علاش ارتئينا ان هذه السنه تكون المرأة السينمائية مكرمة، فقط ما يكونش الرجال، تكون المرأة السينمائية ومنهم رائدة الفنانات السينمائيات للا أمينة رشيد اللي غادا تكون حاضرة معنا، وخدينا ثلاثة الأجيال، والجيل الوسط اللي هي الفنانة القديرة سعيدة بالدين، وكذلك الفنانة المحبوبة مجنولي الإدريسي. فهذا شيء إيجابي أننا نكرموا المرأة شوية ونعطيوها حقها وما عطته للسينما، فبوجودها أن السينما المغربية قفزات قفزة نوعية. ما تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.